الكشف عن تاريخ ميلاد راجح يحسم الجدل بشان إعدامه. كشفت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية عن سن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا، مؤكدة أنه يبلغ من العمر 17 سنة و11 شهرا و6 أيام. وبدأت المحكمة يوم الأحد الماضي ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين اللي اتهموهم بقتل المجنى علي محمود البنا المعروف إعلاميا بقضية شهيد الشهامة. واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حول الواقع بعدما أثبتت حضورهم وذلك عقب أمر استدعاء لسماع أقوالهم. وأصدرت نقابة المحامين بالمنوفية يوم الأحد بيانا حول القضية وأوضحت فيه أنه تبين من مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001 وبالتالي فأن المتهم لا يزال حدثا. تجرى محاكمته أمام محكمة الطفل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 18 عاما ميلاديا، وبناء عليه فإن الحد الأكثر للعقوبة 15 عاما طبقا للقوانين، وأنه لا صحة لما أشيع حول وجود أخ توأم للمتهم المذكور. وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المودية إليها، وأغلقت الشوارع المودية إليها مستعينة بأوناس تابعة لإدارة المرور. وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجنى علي محمود البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.